ونهبل. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا شكر الله سعيكم. تعيش وتفتكر يا متر. بس جدع يا سيد، تقتل القتيل وتمشي في جنازته. انا الجمله دي ما تخصنيش، انا ماليش دعوه باللي حصل لامينه. ماليش دعوه ازاي؟ اذا كان دمها بنقط من ايدك اهو. تكسفش، قول. لا صلي على النبي كده في قلبك، بلاش الطريقه دي معايا. أمينة حواراتها كتير وأنا مش همشي وراها أشوف اتورطت مع مين. صلوا على النبي يا إخوانا، صلوا على النبي. الميت ما تجوزش عليه إلا الرحمة. الله يرحمها. الله يرحمها. وهي عايشة كانت لما كل رجالة البلد حواليها. شوف دلوقتي في عزاها ربعهم بس اللي جه عز. مين يا غريب؟ انت بتفتكر مين يا سامي اللي ورا الموضوع ده غير سيد؟ يعني نفس اللي انت بتفكر فيه يا حميد بيه، اللي عاوزنا نخبط في بعض. رحيم، البقاء لله. ايه رايك بقى في البادي ده؟ انا اللي قصه بايدي. قولي لي ايه رايك؟ هيبقى تحفه عليكي. بصي بس، بصي شوفي الجمال. ها شوفي. ها انت لسه متضايقه من حكايه الجامعه دي؟ عارف يا حلمي، انا بقيت بسأل نفسي انا عملت ايه غلط عشان خاطر يحصل فيا كده. ايه الحاجه اللي انا عملتها تخلي دنيتي تتشقلب بالمنظر ده؟ مش عارفه ابص في عين صحابي، مش عارفه اخرج معاهم، مش عارفه البس لبسهم، انا مش عارفه اخش الجامعه. انت متخيل منظري بيبقى عامل ازاي كل يوم وانا مش عارفه اخش الجامعه؟ اقول لك حاجه، بلاش جامعه خالص. اقعد تقولي كده، انت هترجع الجامعه، انت مش اقل من اي حد فيه. ما تشغليش بالك، انا هتصرف في حكايه المصاريف دي. المصرف كام؟ 70,000 جنيه. بسيط؟ طيب انت
معاكي فكة 100,000 وتجيبي الباقي؟ مش معايا. ما اعتقدش ان هما معاك اصلا. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رحيم بيه. عارف القرآن ده أحسن حاجة تريح الميت. اسألنا أنا. عقبال العايشين ما يرتاحوا هم كمان. فين ده يا رحيم؟ في الحفظ والصون. إيه؟ عايز تقول لها حاجة؟ لا أنا عايز أقول لك أنت إنك بتعرف تعمل أي حاجة اليومين دول بس علشان أنا مش فاضيلك. وأنا مستنيك لما تفضى. أنت إيه اللي جابك؟ جاي أعزي. في واحدة كانت عشرة عمر. أو المفروض إنها كانت عشرة عمر. بس الكلام ده بقى قبل ما تخوني الأمانة اللي أنا اديتها لها. زي ما أنتوا كمان خنتوها. آه عشان كده بقى قتلتها. قول ما تخافش قول. وانت تعرف عني يا عمدة اني لو قتلت هخاف اقول. وبعدين اقفل الموبايل اللي انت بتسجل لي بيه ده علشان عيب. اسجل مين؟ اصلا ما فيهوش مساحة. اصله مليان بفيديوهاتي انا وداليا. الله ما تصلوا بينا على النبي كده يا جماعة. احنا نصفي النفوس ونستعيذ بالله من الشيطان اللي دخل بينا. واحنا عمرنا تلمينا اللمة الحلوة دي إلا لو كان الشيطان فيها. أو خلاص مات واندفن. تصدق عجبتني. يعني نعلق كل المصايب على شماعة اللي راحت وفي الآخر نحضن بعض ولا كأن في حاجة حصلت؟ ده إيه الحلاوة دي؟ لا 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 تاخذنيش يا رحيم، أنا ماليش دعوة بالقصص والروايات دي، إحنا إخوات. وأنا قلت لك أخويا اللي هتطلبه مني هنفذه لك حقك. طب وأنت نفذت اللي طلبته منك؟ بجهزهم لك أخويا. بجهزهم لك أخويا؟ مالك بتهر كده ما تجمد شوية في إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة إحنا مالناش في الحاجات دي. احنا نقعد مع بعض ونتكلم واللي عنده حاجه يقولها. انا اللي عندي تقال. اشوفكم العزاء الجاي ان شاء الله. البقاء لله. بقول لك يا هشام، ما تيجي ننزل نقعد في القهوه نشرب لنا كوبايتين شاي كده ونضرب لنا حجرين؟ انا مش رايق خالص النهارده يا حلمي. اعتبرنا في القهوه وانا عامل لك اللي انت عايزه. طب بقول لك ايه، انا عايزك في مصلحه. مصلحتي خير. عايزك تجيب لنا بضاعه نشتغل فيها. لا 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 مش هينفع خالص اليومين دول. ليه؟ ما ده الحوار اللي مقعدني هنا. اليوم اللي اتخطفت فيه كان معايا بضاعه. معرفش بقى اللي اسمه سعد ده صرفها ولا الحكومه هي اللي حرزتها. المهم ان اصحاب البضاعه دي مش عايزين فلوسها دلوقتي،
لو عايزين رقبتي انا عندهم حق. وانا ناقصك حلمي؟ مين صحاب البضاعه دول؟ ناس كده باخد منهم بضاعه وخلاص. مين يعني؟ ما تنطق. عيلة ابو وردة. ايه؟ ابو وردة؟ ابو وردة هشام؟ ما خلاص بقى حلم اللي جرى الله. خرب بيتك يا هشام. ابو وردة عارف ان انا بشتغل معاك؟ لا 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 ما يعرفش اي حاجة. هو كل اللي ليه ان انا اخد بضاعة اديله مكانها فلوس، غير كده ولا ليه فيه. ابو وردة؟ يا نهار اسود. وهنتصرف في المصيبه دي ازاي؟ ربنا يستر بقى، ربنا يستر. يا رب يكون اللبس اللي جبته لك عجبك. شكرا يا رحيم. ما قلتليش بقى لو كل دول كانوا في عزاها، امال مين اللي قتلها؟ هو انت فاكره ان اللي هيقتلها ده مش هيحضر عزاها؟ ده لازم يكون اول واحد موجود بياخد العزا. طب مش انت بتقول شفت اللي قتلها؟ ما بلغتش عنه ليه؟ يعني عايزين نروح القسم اسلم لهم نفسي تسليم اهالي؟ اقول لهم انا يا جدعان كنت موجود في الشركه في نفس اليوم اللي اتقتلت فيه الست؟ انا لا يمكن اعمل كده. داليا انت بتشكي فيا؟ لا يا رحيم، انا بس عايز افهم. عاوزه تفهمي ايه بالظبط؟ عايز اعرف لو كانت امينه ورا كل اللي حصل لي ده، بعد ما ماتت انا هفضل كده هربانه على طول؟ بس انا وعدتك ان الموضوع ده هيخلص قريب. بس انا خايفه، حاسه كاني لسه في السجن. خايفه وانا معاكي. أنا خايفة علشان أنت مش معايا، خايفة من كل صوت خطوة، من كل صوت فتحة باب، خايفة خايفة في أي لحظة يدخل عليا البوليس. محدش هيقدر ياخدك مني تاني أبدا. تقصد مين؟ أقصد أي حد. بس المهم أنت يا داليا، أنت عايزة إيه؟ مش عايز اسمع ردك دلوقتي. عاوز اسمعه من غير اي ضغوط عليكي. يعني بعد ما اثبت برادتك.